تابعنا معكم هذا التقرير مشاهدينا الكرام، نعود ونرحب بضيفنا الباحث المختص في الشأن الأفغاني نصرة الله ظهير أمين. أهلا بك من جديد أستاذ نصرة الله. على ضوء ما تابعنا في التقرير، بتقديرك ما هو العنوان في أفغانستان اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لكم وللمشاهدين الكرام. بالنسبة لأهم العناوين الموجودة في أفغانستان، طبعا كما كنا شاهدين لعمليات عسكرية قوية من قبل الحكومة الجديدة، حكومة طالبان، ضد تنظيم الدولة، يعني منذ أكثر من شهر، يعني تجاوز هذه العملية أكثر من شهر. ف يعني كما تابعنا سمعنا الأرقام عن المعتقلين من تنظيم الدولة، وكذلك حركة طالبان الحكومة الجديدة ادعت بأنها قضت على تنظيم الدولة يعني بشكل شبه كامل في أفغانستان. أضافة إلى ذلك، من أهم القضايا الموجودة هي الاتفاقية بين تحريك طالبان باكستان، حركة طالبان باكستان مع حكومة عمران خان، هذا بواسطة الحكومة الجديدة التي لم تعترف بها أحد بعد. هذه كذلك من أبرز العناوين الموجودة في أفغانستان. وإضافة إلى ذلك، موضوع جبهة المقاومة الوطنية بقيادة أحمد مسعود، يعني كذلك هناك تطورات وإنجازات بالنسبة طيب لهذه سنأتي إليها الجبهة. وهي مهمة، لكن لو بدأنا بما بدأ به التقرير، موضوع المحكمة العسكرية، عندما تعلن حركة طالبان إنشاء محكمة عسكرية، هل تقول للعالم أن نظامها عسكري؟ هل نظام طالبان نظام عسكري؟ يعني لو نقول، يعني حتى الآن حركة طالبان كانت حركة عسكرية، يعني جديدا دخلوا في يعني مجالات أخرى مثل السياسة ومثل باقي الأمور، وكان هناك تصرفات عديدة يعني التي يعني تعتبر غير جيدة من قبل بعض عناصر حركة طالبان مع الشعب. بسبب هذا كان هذا الأمر ضروري حتى تكون مثل هذا الأمر، لأن كان هناك تصرفات من قبل عناصر حركة طالبان. مثلا من أشهر الفيديوهات التي انتشر في هذه الأيام الأخيرة كانت موضوع ضرب أحد برلمانيين الأفغان من قبل عناصر حركة طالبان أثناء اعتقاله، يعني بعد إعلان العفو العام من قبل حركة طالبان بعد دخولهم وسيطرتهم على العاصمة. فهذا التصرف كان يعني ضجة في الإعلام، وكان وأثر على يعني الحكومة بشكل سلبي. يعني لأجل هذا كان مثل هذه الأمور ضرورية. على كل حال، يعني طالبان تحاول أن تدير المشهد الوضع في أفغانستان، و يعني حتى الآن هناك يعني تطور. لكن أنت تعلم الآن موضوع حساسية الناس من كلمة عسكري والحكم العسكري، الإعلان عن تشكيل محكمة عسكرية، ربما يعني خاصة الدول العربية عندما يسمعون كلمة العسكر فربما عندهم تعبير خاص، لأنهم عاشوا الحكومات العسكرية والانقلابات العسكرية في سنوات الأخيرة. ولكن هذا الأمر في أفغانستان يختلف نوعا ما، فحتى الآن في 40 سنة الماضية أفغانستان لم تكن صاحبة لجيش وطني. لو نقول يعني في 40 سنة الماضية أفغانستان لم تكن عندها جيش، لم يكن عندها جيش في أفغانستان. فالمحكمة العسكرية مفهومها يعني يختلف تماما على المفهوم الموجود في بلاد العربية. وبكل الأحوال يعني الأمور لم تهدأ حتى الآن، هناك مواجهات وهناك ملاحقة لتنظيم الدولة الذي يعلن عن تنفيذ عمليات وهجمات في الداخل الأفغاني. سأتي إلى موضوع الدواعش، لكن بعد شهرين ونيف الآن من سيطرة طالبان على الحكم في أفغانستان، بتقديرك هل بدأ يتبلور شكل نظام الحكم الذي تريده طالبان من خلال متابعتك للداخل الأفغاني، للإجراءات، للقرارات؟ أول شيء يعني
تقريبا نوعية الحكم في أفغانستان يعني تقريبا وضحت بالنسبة للجميع، يعني الطالبان كيف تريد نوعية الحكم في أفغانستان، فهم كيف؟ فالآن يعني في الغالب قبل ذلك الناس كانوا يتوقعون أن الحكومة سوف تكون شبيهة مثل النظام السابق بمشاركة الجميع وبمثل هذه الأمور. الآن هناك تغيير كبير في نوعية الحكم، فالآن الحكومة الجديدة يعني نستطيع أن نقول هذه الحكومة غير شاملة، ولكن بقيادة واحدة، وربما أحيانا تكون هذا يعني يكون هذا الأمر إيجابيا وأحيانا يكون سلبيا، ولكن حاليا لكن طالبان تقول بأن حكومتها شاملة، حكومتها شاملة حسب تعريفها، ولكن حسب وهي هي حكومة تصريف أعمال، لماذا لم توسعها طالبان؟ لماذا لم تجري تعديلات فيها حتى الآن؟ يعني من المبكر أن نطلب من الطالبان الحكومة الشاملة العادلة التي كنا نتوقعها في 20 سنة الماضية ولم نحصل عليها. فطالبان يعني لا ندافع عنهم يعني بشكل يعني انحيادي، نقول بأن طالبان على كل حال كيف دخلوا وكيف يعني سيطروا على البلد هذا لا يهمنا، على كل حال طالبان يعني أخذوا الحكم في أفغانستان، ولكن أفغانستان يعني تعاني من المشاكل كثيرة، وسبب هذه المشاكل ليست يعني حكومة طالبان أو حركة طالبان أو نوعية حكمهم، فكثير من المشاكل الحكومة الجديدة أورثتها من النظام السابق. طب هل التنوع والشمولية تقتصر فقط على الحكومة أستاذ نصرة الله؟ لأنه سنستمع لكلام الآن من قيادات في طالبان في حديثهم عن تعيين ولاة في الولايات من مشارب إسلامية متعددة متنوعة من التيار السلفي من أهل الحديث تحديدا. يعني هناك المناصب، شو رأيك نشوف الفيديو وتجيبني عن سؤالي وعن هذا الأمر؟ إذن هل عينت بالفعل طالبان ولاة من التيار السلفي من أهل الحديث أم أنها على عداء معهم؟ نتابع هذا الفيديو، تفضلوا. سرپرست وزارة الدعوات إرشاد أمر بالمعروف ونهي عن المنكر در یک نشست خبری با حضور شماری از علماء دین تمام اتهامات را که مبنی بر مخالفت امارت اسلامی با مذاهب سلفی بود رد نمود. وی همچنان از تمام علماء کشور خواست تا اختلافات را کنار گذاشته و سراند اسلامی امارت حساسیت وی نند اهل حدیث و مسلک سر تعلق لرون که نند با والیان نوی چې یو طرف ته د اسلامي امارت کې والیانو د ولایت په ساده مسولیت ورکول کیږي، نو بل طرف ته دا څوک جرأت کوي چې اسلامي امارت او بیا وایي چې دا اهل حدیثو سره حساسیت لري او بعض وایي شهیدان کیږي او بعض وجل کیږي؟ آقای انفی اختلافات میان مسلمانان را یک دسیسه بیگانگان میداند و از تمام علما میخواهد تا علیه این گونه دسیسه ها دست به کار شوند. الحمدلله د افغانستان اسلامی امارت فتح او کامیابی تر لاسه کړله. دویمه خبره زما عزتمندو دا ده چې د دې اوس ساتل په کار دي. ډیر خلک اوس په دې کوشش کې دي چې څنګه دا اسلامی امارت ته موږ ستونزې او مشکلات جوړ کړو. پټ او ښکاره امنیتي او کشفي ارګانونه الحمدلله هغې باندې پوهیږي. موږ د اسلامی امارت بقا او دوام غواړو. در این نشست تمام اشتراک کنندگان دامن زدن به اختلافات مذهبی را کاری کسانی می دانند که اتحاد و اتفاق مسلمانان را بخصوص افغانها را تهدید برای خود می دانند. هذا جانب إذن مشاهدين الكرام من لقاء شيوخ الدعوة السلفية في أفغانستان مع الشيخ خالد الحنفي وزير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حكومة طالبان قبل أيام حقيقة في أفغانستان. هل هذا اللقاء يظهر حقيقة العلاقة بين طالبان والتيار السلفي تحديدا أستاذ نصرة الله؟
أول شيء بالنسبة لقيادة حركة طالبان، فطبعا القيادة يعني تريد حل جميع المشاكل الداخلية بين التيارات الإسلامية، لا تريد مشاكل بين السلفية والحنفية والصوفية وحتى مثلا من حركين ما يسمون بالحركة الإصلاحية وغيرها. يعني على كل حال سياستها تريد تصفير المشاكل بينهم، ولكن في عناصر طالبان فطبعا هذه الاختلافات أعتقد شديدة. يعني هناك مدرستين، مدرسة الحقانية وفي طرف آخر مدرسة سلفية في باكستان في أكورا ختك، هناك الاختلافات قديمة بينهم، يعني منهجين مختلفين، ويعني حتى هناك يعني صوتيات موجودة من قيادات ميدانية من طالبان يطالبون قياداتهم بأن لا يسمح للسلفية بالتحرك، فهم يتهمون السلفية بالانتماء إلى تنظيم الدولة، ويذكرون بعض المشاكل بينهما. ولكن على كل حال القيادة في حركة طالبان وفي هذه الحكومة الجديدة يعني تحاول تصفير المشاكل بين التيارات الإسلامية، فهذا أعتقد أمر إيجابي. يعني هذا الأمر يساعد لم شمل الأفغانين. طيب اسمح لي نشرك معنا من كابل أيضا الخبير في الشأن الأفغاني طارق مخور. أهلا ومرحبا بك أستاذ طارق معنا. ومخور بالأفغانية بلغة البشتو على ما أعتقد تعني الوجيه. أهلا بك سيد مخور. أهلا وسهلا بكم. دقيقا كما تفضلتم المخور بما الوجيه هي الكلمة البشتو، الكلمة من كلمات القحط. طيب خليني يلا أسألك في سؤال ببالي بدي أسألك إياه أستاذ طارق. دائما يعني الاسم طارق الله الاسم الكامل؟ نعم هو الاسم الكامل. أنتم تعرفون أن الأسماء عندنا غالبا تكون مركبة. نعم. هذا اسم مركب من طارق والله، وغالبا هذه الأشياء تنتمي إلى التقليد الموجود في بعض الأسر، فهم يخصصون بعض النماذج خاصة لأسر في الأسماء لأبنائهم ولكل الأسرة. مثلا يبدأون إما يكون في آخره شيء وإما يكون في أوله شيء، إما يلحقون به مثلا الدين مثلا معراج الدين وفلان الدين، وإما يلحقون به كلمة الله فطارق الله، واسم والدي فرحة الله، واسم أخي فلان أنا. أها حفظكم الله يا سيدي، أسماء جميلة على كل حال وهبة الله وما شاء الله. أيوة. طيب نعود لموضوع حلقتنا، بدأنا مع الأستاذ نصرة الله أيضا. نعم تفضل. طيب لكن دائما أقول واعترض لي مرة أستاذ من الأساتذة قال أنت أبدعت في الاختبار مرة لكن لازم تغير اسمك، فقلت له يا شيخي الاسم هو محذوف المضاف، في الأصل هناك طارق باب الله، فكلمة أيوة. المضاف هناك المحذوفة وأنا لخصت الاسم، فالأصل الاسم طويل طارق باب الله فلخصته وحذفت الكلمة الباب. ولكن ربما هذا يؤثر على المعنى. على كل حال خلينا نرجع لموضوعنا. طيب. وربما أستاذك معه حق لأنه أنا استغربت مثل أستاذك حقيقة. طيب بموضوع إعلان طالبان عن تشكيل محكمة عسكرية أستاذ طارق باب الله، ما دلالة هذا الإعلان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أقدم لكم ولجميع المشاهدين الكرام تحياتي. فأولا هذا الشيء له أصل في الشريعة الإسلامية، فعندنا في الشريعة الإسلامية في قسم القضاء عندنا دعوة المظالم، ودعوة المظالم هذه المحكمة تعني هو المحاكمة كبار الدولة في هذه المحكمة، وأظن كانت له يعني أثر موجود وله يعني منشأ موجود في الشريعة الإسلامية، فهذا عمل رائع. وكذلك الشعب يكون مطمئنين عندما يرون وعندما يشاهدون أن كل واحد في هذه الدولة سوف يحاسب، يعني ليس هناك أحد هو حر مطلقا ويده مفتوحة ويستطيع يفعل ما يشاء، فالشعب كذلك يطمئنون ويثقون بهذه الحكومة وممكن تزيد محبتهم لهذه الحكومة الجديدة.
ويطمئنون ويستطيعون أن يعيشوا في داخل البلد ولا يحتاجون لكن أستاذ إلى طارق، مغادرة كنت أتحدث بلد أخرى. كنت أتحدث مع الأستاذ نصرة الله أنه موضوع المحكمة العسكرية مثلا في بلدان العربية صيتها ليس بالجيد، سمعتها سيئة، خاصة عندما يعرض المواطن المدني أمام المحاكم العسكرية يمارس من خلالها الظلم. هل هذه المحكمة خاصة بتنظيم الدولة مثلا كما يتداول، أو لا ممكن أن يتم التجاوز من خلالها، تجاوز القوانين؟ لا أظن أنها تكون خاصة لتنظيم الدولة، فدولة طالبان يعني هم أعلنوا في بداية الحركة وفي بداية إتيانهم إلى أفغانستان وبعد السيطرة أنهم الدولة كاملة وهذا البلد لجميع الناس، فعناصر الدولة وعناصر تنظيم الدولة هم كذلك من هذه الدولة، لكن لو لم أرادوا الفساد في لكن حتى نوضحها يا أستاذ طارق، حتى نوضحها، من يحاسب أمام هذه المحكمة؟ عناصر الجيش والشرطة ومن يتورط مثلا بأعمال عسكرية كتنظيم الدولة فقط، أم لا ممكن لأي مواطن أفغاني أن يعرض أمام المحكمة العسكرية مواطن مدني؟ أنا أرى وأن اسمه يدل على مسماه أن هذه المحكمة عامة لكل من يتورط في المشاكل وكل من يسبب من المشاكل وكل من أراد إنشار الفساد في أفغانستان ونشر الفساد في أفغانستان وأراد الإفساد، فأظن هذه المحكمة ليس خاصة بقسم واحد، وحتى أظن حتى لو كان من كبار الدولة ومن داخل الدولة من عناصر حركة طالبان وأراد الإفساد، فلأن الإنسان من طبيعته وأحيانا ممكن يميل إلى جهة ويغلب عليه مثلا الشهوات ويرتكب المعاصي أو يرتكب أي خطأ ويرتكب أي جرم، فممكن يعاقب ويحاسب في هذه المحاكم، واسم يدل على مسماه. وحركة طالبان كما قلنا حركة ليس خاصة فقط يعني دائما ضد العناصر وضد التنظيم الدولة، لولا أرادوا الإفساد في الأرض فأظن هل هذا يعني أن طالبان تمارس الحكم العسكري اليوم في أفغانستان؟ لا، طالبان يعني هناك نرى أشياء كثيرة وهناك نرى مخالفات كثيرة جدا، والطالبان يعني لا يذهبون، وما رأينا أنهم ذهبوا إلى بيت أحد وأخرجوا أحدا، حتى هناك ما زال في أفغانستان الناس كانوا يعملون مثلا في النظام في العساكر، كان هناك جنرالات عندنا مثلا في اللواء وعندنا عقيد، وكل هؤلاء ما زال بعضهم معظمهم يعيشون في داخل أفغانستان، لكن هم لا يقولون شيئا، وهم تقريبا إلى حد ما وإلى يعني تقريبا يعني غالبا هم يطبقوا كما قالوا نحن أعلن العفو للجميع، وهم يطبقون هذا المبدأ، لا أظن أنهم يعني خاصة لبعض الحركة. نعم، خليك مع أستاذ طارق، ابقى مع أستاذ طارق، عندك أي تعقيب هنا؟ يعني أنا أعتقد كما ذكرت في البداية ربما هذه المحكمة تكون عامة، ولكن على كل حال أعتقد هذه المحكمة خاصة بالعسكر يعني جيش الشرطة. نعم، وليس لا يعم، لأن هناك المحكمة العليا عندهم غير هذه المحكمة. تمام. طيب أيضا أستاذ طارق، تطرقنا مع الأستاذ نصرة الله عن شكل النظام الذي يعني تحاول أن تكرسه طالبان في أفغانستان بموضوع الحكومة الشاملة، سألته لماذا لم تتوسع هذه الحكومة حتى الآن، قال لي أنه عمرها شهرين، فعرضنا جزءا من تقرير لقناة أفغانية محلية قناة ليد، فيها اجتماع بين وزير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع مشايخ الدعوة السلفية والحديث عن تعيين ولاة من هذا التيار. ما أهمية تعيين ولاة من التيار السلفي في أفغانستان؟ هذا يدل على أن حركة طالبان ليس ضد تنظيم الدولة، وليس هدفهم وماذا القضاء على تنظيم الدولة والقضاء كل من ينتمي وكل من ينتمي إلى السلفية وكل من يرفع اليدين في الصلاة، يعني هذا لا يعني. لا، بدها توضيح هذه الجملة. خلينا أقاطعك أستاذ طارق، ما فهمت عليك أنا هنا، هدف طالبان يعني لابد من التفرقة ربما بين التيار السلفي وتنظيم الدولة، أليس كذلك؟ نعم، هذا هو أعني يعني حركة طالبان عليهم أن يفرقوا بين تنظيم الدولة ومن هو من عناصرهم وبين من يرفع اليدين مثلا في الصلاة، فليس كل من يرفع يديه في الصلاة فهو ينتمي إلى تنظيم الدولة،
وليس كل من يرفع يديه في الصلاة فدائما يريد الإفساد ودائما يكون خلافهم وضدهم، أو قد يحاول زعزعة الأمن في داخل الأفغانستان، فقد يكون شخصا عاديا وقد يعيش حياته العادية. فعلى الطالبان أن يميز بين هؤلاء، وعلى الطالبان أن يعني يحاسب كل من أراد الإفساد في الأرض، وليس لا يحاسب كل من يرفع يديه في الصلاة. وعندما الطالبان يولون أو يكلفون أحد أو يولونها مثل هذه الإمارات ويكلفونهم أو يعطونهم مثل هذه المناصب، فهذا يدل أن حركة طالبان ليسوا مخالفين لكل من يرفع يدين وكل من ينتمي إلى سلفية، بل هم مخالفون وهم أعلنوا هم يكافحون الذين ينتمون إلى تنظيم الدولة والذين يريدون الإفساد في الأرض، والذين هم يقومون بمثل كما رأينا في بعض قبل أيام في بعض المحافظات الانفجارات، وكذلك زرع الغام في الطرق وفي بعض الأماكن أخرى. فأظن بس حركة أستاذ طالبان طارق، أهمية فقد هذه اللقاءات، يعني عندما يلتقي وزير من طالبان بتيار مختلف ربما فكريا فقهيا داخل أفغانستان، أهمية تعزيز هذه اللقاءات خاصة بموضوع مثلا الآن نتحدث عن التيار السلفي، لأنه كان في اتهامات لطالبان أن أحد رموز التيار السلفي قتل في سجونها سبتمبر أيلول الماضي. أنا قلت هذه أهمية له أهمية كبرى، أن كل واحد من السلفية الآن يستطيع أن يعيش بحياته العادية يعني. وعلى الطالبان كذلك الآن هم أعلنوا أننا لسنا مخالفين لكل من ينتمي إلى السلفية، وعليكم أن تعيشوا حياتكم العادية، وهذا وطنكم وهذا بلادكم، وعليكم أن لا تخرجوا من هنا لا إلى باكستان ولا إلى دولة أخرى، فعليكم أن تعيشوا هنا حياتكم عادية. لكن عندما يلتقي مثلا كبار من حركة أو من هذا من رئيس أو وزير الأمر بالمعروف ومع حركة أو من كبار السلفية، فطبعا هذه علامة الخير، وهذه يعني علامة كلنا نفرح بهذا الشيء وكل الشعب يفرح بهذا الشيء. طيب خليني أختم معك هذه النقطة وهذه الفكرة أستاذ طارق. هناك من اتهم طالبان بأنها مارست وتمارس حربا على التيار السلفي، هل هذا صحيح؟ لا أظن هذا صحيحا إلى حد ما. كما قلت سابقا هناك كثير، كما أن بعض السلفية ذهبوا وجلسوا مع الطالبان وتكلموا معهم، وتقريبا حركة الطالبان الآن هو سيطرت على كل أفغانستان، فهم يعرفون حتى بيوتهم. فالطالبان لا يذهبوا إلى بيت كل واحد يعني ويخرجه من البيت ويعدمه أو يقتله أمام الناس، لا، بل طالبان دائما يبحث، وهذه عمل كل حكومة ليس فقط في حركة طالبان. حتى في زمن أشرف غني كان هناك مثلا عندنا جهاد الاستخبارات، وكان هذا الجهاد وهؤلاء العناصر ماذا كانوا يفعلون؟ كانوا يبحثون عن هؤلاء الشريرين الذين كانوا يشيرون ويسببون الفساد في الأرض وزعزعة الأمن، فكانوا يبحثون عنهم. فالطالبان كذلك يؤدون وظيفتهم ويبحثون عن الذين يفسدون في الأرض وعن الذين لا يريدون الاستقرار ولا يريدون أن يبقى السلام في أفغانستان. وحركة طالبان لا أظن أنه مخالف لكل سلفي. ابقى معي أستاذ طارق. وعملهم نعم واضح وصلت واضح عليه. وصلت أستاذ طارق، ابقى معي لو تكرمت. هنا أستاذ نصرة الله بموضوع الخلط بين التيار السلفي وتنظيم الدولة، هل هذه المسألة واضحة؟ أشار الأستاذ طارق أنه على طالبان أن تفرق، ربما هي واضحة المسألة بالنسبة لحركة طالبان، لكن هل هي واضحة بالنسبة للشباب في أفغانستان مع نفي قائد الجيش في أفغانستان أن يكون هناك انشقاقات أو انضمام من عناصر الجيش إلى تنظيم الدولة؟ ربما البعض يحب الفكر السلفي فيغش بتنظيم الدولة ويظن أن تنظيم الدولة على المنهج السلفي، هل هذا موجود؟ يعني لابد أن نفرق، وإذا حسبنا الاثنين تنظيم الدولة والسلفية فهذا يعني الاثنين نفس شيء، فهذا أعتقد ظلمنا السلفية في أفغانستان، لأن الكثير من السلفية وحتى يعني بعضهم الذين يعني قتلوا في النظام السابق وقتلوا، يعني مثل الأستاذ مبشر مسلم يار، هو كان من أشهر وجوه السلفية وكان ينتقد دائما تنظيم الدولة وتصرفاتها، وكان يقول أن السلفية يعني بريئة من تصرفاتهم. هذا الأمر، وقيادة طالبان كذلك يفرقون بين تنظيم الدولة والسلفية، ولكن في داخل حركة هناك جماعات صوفية،
فالآن عندنا مثلا في حركة طالبان جماعة صوفية يعني سيفيين كما نسميه، هم من باكستان، عندهم يعني جماعة صوفية، حتى معظم المشايخ الآن حنفية يعتبرونهم نوعا ما يعني مبتدعة، فهؤلاء الموجودين في صفوف طالبان، فحتى الذي الشيخ الذي قتل أبو عبيد الله فهو قتل بأيد هؤلاء، يعني كذلك قبل شهور أحد شيوخهم من السيفيين قتل، فهؤلاء اتهموا السلفية بأن السلفية قتلوا شيخنا، وبعدما يعني طالبان جاءت هؤلاء قتلوا شيخ السلفية، فهناك في الداخل حركة في بعض الناس يعني يحاولون أن ينتقموا ويأخذوا، يعني هناك تباينات فكرية داخل حركة طالبان اليوم، هناك تيار متشدد داخل طالبان ضد التيار السلفي، يعني فيهم نعم، وتورط بقتل الشيخ السلفي، يعني هكذا هذه يعني حتى مثلا هناك بعض من الشباب السلفية هؤلاء متحمسين جدا لسيطرة طالبان على الحكم، فهم يعتبرونهم يعني حكمهم حكم الإسلامي، وبعدما حصل وقتل الشيخ أبو عبيد الله، ف يعني حتى أنا كنت أجمع الوثائقي، فعندما أخذت الآراء بعض الناس هم قالوا يعني عندما قتل الشيخ في سجون طالبان حركة، نحن كسلفية لا نتهم الحركة بتورط في قتل الشيخ، بل هناك جماعة السيفيين هم الذين قتلوا يعني شيخنا، يعني هذا كلام خطير. خلينا نأخذ تعقيب الأستاذ طارق عليه. أستاذ طارق، هل هناك جماعة تسمى بالسيفيين داخل طالبان اليوم؟ أصلا هذه الحركة وهذه الحزب من السيفية موجود ليس في حركة طالبان بل في كل أفغانستان، له يعني نفوذ في أفغانستان وحتى في باكستان، موجود لهم نفوذ وأظن موجود في كل أفغانستان من السابق وحتى قبل إتيان حركة طالبان، فهذا الشيء موجود، يعني هذا صار مثل السلفية ومثل عندنا كمان. لكن هذه بذور فتنة ربما، هل هذه الجماعة تورطت بقتل أحد مشايخ التيار السلفي؟ بدون شك نعم، وهذا الشيء الآن يعني حتى في ذلك اليوم وفي تلك الأيام التي أقتل فيه الشيخ أبو عبيد الله، فأظن كان الناس يقولون هذا الشيء، لأن هذا الشيخ كان يسكن بجوارهم وكان يتعايش معهم وكان يرد عليهم وعلى عقائدهم، فطبعا هم سببوا في قتلهم واتهموا حركة طالبان أن حركة طالبان هي التي قامت بقتله، ولكن الحقيقة كما سمعنا ورأينا من كثير من الناس أن الحقيقة كانت مختلفة، فحركة طالبان لم تتورط. لكن هذه بذرة فتنة يا أستاذ طارق، كيف يمكن القضاء عليها وتفكيك هذا اللغم إذا بدك أو القنبلة المتفجرة مؤقتة؟ هذا يعني حركة السيفية. نعم أستاذ طارق، لم أفهم السؤال. يعني أقول إنه هذا مشروع مواجهة مستمرة بين تيار داخل طالبان وتيار إسلامي آخر، مشروع فتنة. نعم مشروع فتنة، لكن الحركة تستطيع أن تبين الحقيقة للناس وأن تظهر أننا، وممكن أن أحد كبار الدولة أو حتى وزير الداخلية أو أيا كان أو ممكن من جهاز الاستخبارات ممكن أن ينفي هذا الشيء ويقول نحن ما تسببنا وما تورطنا في قتله وليس وما تدخلنا وليس لنا دخل في قتله، ونحن إن شاء الله في المستقبل في حالة التبيين ممكن نفتش ونبين ومن قام بقتله، وممكن هذا بإمكانهم أن يفعلوا هذا الشيء ويخلصوا أنفسهم من هذه المشكلة من هذه الاتهامات. شكرا جزيلا لوجودك معنا الخبير في الشأن الأفغاني طارق مخور، شرفتنا من كابل، أهلا ومرحبا بك دائما معنا. أهلا يا مرحبا. أستاذ نصرة الله، الآن حتى ننهي هذه الفكرة، هل تراها خطرا محدقا بموضوع هذا التباين الآن بين جزء من طالبان والتيار السلفي، أو أنه هذا التواصل اليوم بين وزير الأمر بالمعروف نهي عن المنكر ومشايخ السلفية يلملم الأمور ويفتح صفحة جديدة وينهي مشروع فتنة ربما يراهن عليها كثيرون؟
أعتقد يعني أول نسبة السيفيين جماعة السوفية في داخل طالبان هذه نسبة موجودة ولكن ليس كثر، ويعني سيطرة التحكم عليهم سهل يعني بالنسبة لحركة طالبان، فطالبان تستطيع أن تمنعهم من أي تحرك خلاف يعني منهجهم. وإضافة إلى ذلك السلفية كذلك عددهم ليس كبير في أفغانستان، هناك ولايات مثل كونر وقليل في نينغرهار وكذلك في شمال أفغانستان في بدخشان في الحدود مع الصين وطاجيكستان. لكن طالبان ليست حركة اليوم على فكر واحد ومنهج واحد وفقه واحد وعقيدة واحدة. هذا صحيح، يعني كذلك السيفيين هم في العقيدة يعني ماتريدية، يعني في الفقه حنفي ديوبندي، وإضافة إلى ذلك عندهم الطريقة الصوفية ما يسمونه بسيف منسوب إلى شيخهم سيفيين، يعني هذه الجماعة موجودة فيهم. وعلى كل حال حركة طالبان يعني قادرة على سيطرة على هذه المسألة، إضافة إلى ذلك هناك محاولات إيجابية من طرفين سواء من طالبان ومن سلفية للتقليل والتصفير الاختلافات. خليني أسألك، هل هذه التباينات يمكن أن تفجر حركة طالبان من الداخل؟ يعني لا، ليس من الداخل، ولكن وجود مثل هذه الجماعات الصغيرة في حركة طالبان ربما تبرر لتنظيم الدولة بعد عملياتها التفجيرية، وهذا الأمر ربما يدفع بعض الشباب السلفية ضد حركة طالبان، فربما هؤلاء يعتبرون حركة طالبان كسيفيين جماعة مبتدعة وعندهم خرافات في العقيدة وكثير من مثل هذه الأشياء، ويبرر لبعض الشباب الذين عندهم قلة العلم ومثل هذه الأمور أن يدفعهم إلى سف تنظيم الدولة. طيب، اسمح لي نشرك معنا عبر الهاتف أيضا الخبير في الشأن الأفغاني عمران الأفغاني. أستاذ عمران، أهلا ومرحبا بكم معنا. أهلا بكم أخي الكريم، حياك الله. أستاذ عمران، تحدثنا عن أكثر من نقطة حقيقة منذ بداية الحلقة مع ضيفينا الأستاذ نصرة الله ظهير أمين والأستاذ طارق مخور بموضوع إعلان المحكمة العسكرية، شكل نظام الحكم اليوم في عهد طالبان، اللقاءات المستمرة ربما مع أطياف متعددة منها مشايخ الدعوة السلفية، واللقاء قبل أيام مع وزير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ووصلنا حتى إلى علاقة ربما طالبان بتيار إسلامي هو التيار السلفي اليوم. أريد أن أذهب معك إلى نقطة تتعلق بتنظيم الدولة والاعتقالات التي حصلت وأعلن عنها اعتقال نحو 600 عنصر من تنظيم الدولة، أهمية هذه الضربة الأمنية للتنظيم وكيف حصلت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا عندما طالبان تسلمت الحكم فهي تحاول بكل إمكانياتها أن تكون أفغانستان مستقرة وأن تقضي على جميع الحلقات التي تريد زعزعة استقرار أفغانستان، وأولا قامت بالقضاء على يعني الميليشيات لمسعود في وادي بنشير، ثم بدأت يعني اعتقالات مقاتلي داعش وكذلك ملاحقتهم. ومن دواعي السرور أن طالبان نجحت إلى حد كبير في هذا المجال، واعتقلت كما أعلنت على 600 من مقاتل داعش، وطبعا هذا خبر مفرح. وطالبان يعني هي تحاول بكل إمكاناتها كما كانت هي جادة في يعني مواجهة القوات الأمريكية وحتى تمكنت من طردها من أفغانستان، كذلك هي تحاول وتسعى إلى القضاء على جميع الحلقات التي تريد زعزعة استقرار أفغانستان. هذا الإنجاز الأمني إلى أي مدى يساهم من قبل حركة طالبان بالقضاء على ما بقي من تنظيم الدولة وخطر يمثله هذا التنظيم؟ طبعا لديه تأثير كبير،
ونحن نرى أن يعني هجمات داعش يعني هي قد أصبحت ضئيلة بالنسبة للماضي، ونحن نتمنى أن تتسبب هذه الاعتقالات في القضاء الكامل على هذا يعني التنظيم الإجرامي. بنقطة الآن هذه المواجهات اليوم، المواجهة مع تنظيم الدولة بتقديرك ستبقى على هذا النحو عسكريا وأمنيا عبر المداهمة وربما والقتل والاعتقال؟ نعم، أنا يعني هذه فكرة يعني انتشرت في أفغانستان، وللأسف الشديد انتشرت في كثير من البلدان الإسلامية، وكثير من البلدان تعاني من هذا التنظيم للأسف. وكذلك أفغانستان يعني عدد كبير من هؤلاء كانوا معتقلين وأسارى في السجون، وعندما وصل طالبان إلى السجون يعني قبل أن تصل طالبان إلى السجون هذه المقاتلين تم الإفراج عنهم وانتشروا في أفغانستان، والآن هم مختفئون يعني في المدن الأفغانية، وممكن هذه العملية ستستغرق شهور حتى سنة أو سنوات، لكن نحن نتمنى ونتوقع ألا يهدد هذا التنظيم يعني حياة الأفغان، وإن شاء الله لن تستطيع فعل أي شيء إذا كانت طالبان موجودة على السيطرة. طيب أستاذ عمران، سريعا، هل هناك مخاوف من إثارة مواجهات أخرى مع حركة طالبان يعني لاستنزافها غير موضوع تنظيم الدولة؟ كنا نتحدث عن نقطة مثلا التيار السلفي والعلاقة بالتيار السلفي وأهمية اللقاء الذي جمع وزير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حكومة طالبان بمشايخ الدعوة السلفية بعد طبعا الحادثة التي جرت بمقتل شيخ سلفي سابقا، إلى أي مدى يمكن القول بأن الصفحة طويت وبأنه لا يمكن المراهنة على أي فتنة من هذا الباب؟ طبعا طالبان يعني تحاول أن تجمع بين جميع الأطياف وجميع المذاهب في أفغانستان، وأن تحترم حقوقها، ولكل واحد حق أن تمارس، لكل حق يعني حق المواطنة وحق يعني العبادة، منها السلفية، وطالبان لا تريد مواجهة السلفيين، وكذلك نفس السلفيين في أفغانستان يواجهين وفي كثير من البلدان من هذه الفتنة التي يعني تستغل اسم السلفية، وحتى قتلت من السلفيين أكثر من الآخرين. وطالبان أيضا تريد يعني أن تعيش جميع الشعوب الأفغانية دون أي تمييز فكري أو مذهبي. جميل جميل أستاذ عمران، الكلام والخطاب الجامع أستاذ نصرة الله مهم في هذه الآونة، ربما تنظيم الدولة لا يقبل هذا الخطاب ولا يقتنع به. ماذا عن الآخرين؟ ماذا عن مثلا جماعة أحمد شاه مسعود اليوم؟ أين هو أحمد شاه مسعود؟ قبل أن أتي إلى أحمد شاه مسعود، يعني بالنسبة للسلفية في أفغانستان طبعا يعني تنظيم الدولة أو الذين كانوا يروجون لتنظيم الدولة كانوا يقولون بأن النسبة الموجودة من السلفية وربما نستخدم هؤلاء للتجنيد لتنظيم الدولة، فالتقارب بين السلفية وحركة طالبان هذا أمر إيجابي ويعتبر إنجازا كبيرا، يعني من بداية حكمهم أول مشهد مبايعة مشايخ السلفية مع حركة شاهدنا في ولاية بدخشان، وبعد ذلك في كونر، وهذه هاتين الولايتين تعتبر من معاقل السلفية في أفغانستان، وبعد ذلك أخيرا في كابل. يعني هذا الأمر إيجابي، يعني تقريبا يقطع يعني جميل أي جميل جذور للسلفية في تنظيم الدولة في أفغانستان. أين أحمد شاه مسعود اليوم؟ بالنسبة لجبهة المقاومة الوطنية بقيادة أحمد مسعود حاليا كما جبهة مقاومة وطنية أم تمرد، حالة تمرد؟ يعني خلينا نسميه كما يسمون أنفسهم دون أن نحكم عليهم، فأولا يسمون أنفسهم جبهة المقاومة الوطنية، وكذلك هذه الجبهة هي جبهة التمرد بالنسبة للحكومة الجديدة. على كل حال يعني أحمد مسعود كان في طاجكستان في الآونة الأخيرة، ولكن حاليا هو في سفر ولقاءات مع المسؤولين في إيران. يعني
طبعا هذه الجبهة كانت لها إنجازات في 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 الشهر الأخير، يعني الرخصة من طرف وزارة العدل الأمريكية لفتح المركز لأول مرة، المركز سياسي وعسكري في 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 واشنطن. هذا يعتبر إنجازا بالنسبة لهذه الجبهة. ولكن ربما خلينا قبل أن أفقد الاتصال بأستاذ عمران سأعود إليك، هذا كلام مهم. أستاذ عمران، اليوم هل هناك من إمكانية لأيضا فتح خطوط جديدة وعلاقة جديدة مع جبهة أحمد شاه مسعود؟ وماذا عن اتهام طالبان للإدارة الأمريكية بأنها تدعم أحمد شاه مسعود وتهدد أو يعني تطعن باتفاق الدوحة من هذا الباب؟ أولا الخبر الذي أشار إليه أخونا الكريم لم يتم يعني تأييد ذلك الخبر بشكل رسمي. ثانيا إن كانت مثلا أمريكا، أي خبر بالتحديد عفوا أستاذ عمران، أي خبر تقصد؟ يعني خبر يعني فتح هناك يعني مكتب سياسي وعسكري للجبهة المقاومة كما يسمى نفسهم في واشنطن، يعني السماح لهم بأفعال نشاطات سياسية أو عسكرية في واشنطن. يعني الطلب حسب ما تابعنا قدم لفتح هذا المكتب. على كل حال اليوم هل يمكن فتح خطوط جديدة مع أحمد شاه مسعود؟ طبعا، وإن كانت يعني بعض الدول تقوم بدعم هذه الجبهة في المستقبل فلن تؤثر على الوضع الأفغاني، لأن يعني أكثر من 40 دولة كانت تدعم هذه الجبهة، يعني تحالف الشمال في الحقيقة كانت هذه الدول معها. وفي 20 عاما كل الدول وهذه الجبهة فشلت عن إدارة أفغانستان، وطالبان تمكنت من هزيمة العملاء وكذلك من هزيمة أسيادهم الغربيين. فإن يقومون بمرة أخرى بدعمهم فأنا باعتقادي هذا الدعم لا يصمن ولا يغني من جوع. هل هذا البند سيكون على أولوية اللقاء الذي سيجمع المبعوث الأمريكي الخاص الجديد لأفغانستان توماس ويست بقيادات طالبان في باكستان؟ الآن أمريكا أدركت هذه الحقيقة، أن هذه الميليشيات وكل العملاء الذين يعني عملوا وخدموا لأمريكا يعني ليس لهم أي ثقل في أفغانستان وليس لديهم أي وفاء، لذلك الآن هم يعني يريدون فتح فصول جديدة وصفحة جديدة مع الحكومة الجديدة. وفي إطار هذه المحاولات يعني المبعوث الأمريكي قام بزيارة باكستان وسوف يقوم بزيارة الهند، وكذلك سوف يقوم باجتماعات في المستقبل. كيف تتعامل مع الحكومة الجديدة التي هي تعتبر واقعا على الأرض الأفغاني وأمريكا أدركت هذه الحقيقة؟ ماذا لو حصل بالفعل هذا اللقاء بين المبعوث الأمريكي ووزير خارجية طالبان في إسلام أباد؟ ماذا سوف يحصل؟ يعني أهمية هذه الخطوة إن تمت، إن حصل هذا اللقاء بين المبعوث الأمريكي ووزير خارجية طالبان، ما الذي سيميز هذا اللقاء عن لقاءات سابقة بين طالبان والأمريكيين؟ هل هو بداية اعتراف أمريكي بطالبان؟ نعم، هذا اللقاء طبعا مهم جدا، لأنه من جانب هو يقوم بزيارة في زيارة رسمية لباكستان، وسوف كذلك يقوم بزيارة المبعوث الأمريكي. وطبعا هذا المبعوث الأمريكي لأول مرة هو يعني يقوم كممثل خاص لأمريكا، يلتقي بوزير الخارجية الأفغاني. طبعا هذا ما يميزه عن اللقاءات الأخرى، وباعتقادي ما يميزه هو أنه يعني هناك ممثل روسي وكذلك ممثل صيني، وهذه الدول تعتبر من أقوى الدول في العالم ولديها تأثير كبير في الوضع الأفغاني. على ماذا تعول، أختم معك هنا ربما أستاذ عمران، على ماذا تعول حركة طالبان من خلال هذا اللقاء الموسع كما أشرت في باكستان؟ طبعا طالبان سوف تحاول أن تقنع العالم أن تتعامل مع هذه الحكومة كحكومة شرعية، وكذلك الجوانب الأخرى أيضا تحاول لهذه النقطة كيف تتعامل وكيف تفتح
صفحات جديدة للتعامل مع الحكومة الجديدة. شكرا جزيلا لوجودك معنا الخبير في الشأن الأفغاني عمران خان، أهلا ومرحبا بك دائما. أعود إليك أستاذ نصرة الله، أهمية هذا اللقاء المرتقب في باكستان الذي من المفترض أن يجمع وزير خارجية طالبان بالمبعوث الأمريكي وأيضا بممثلين عن روسيا والصين. بالنسبة أنا فقط أريد أن أشير إلى موضوع جبهة المقاومة الوطنية كما يسمون أنفسهم، يعني هناك تطورات يعني كثيرة بالنسبة لهم، وربما يعني أيام القادمة سوف نشاهد يعني تأثيرا لهم في المشهد الأفغاني مرة أخرى، وعودة ربما العودة مرة أخرى عسكريا في 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 أفغانستان في أفغانستان مرة أخرى بدعم أمريكي، يعني الدعم ربما من أكثر من دولة ولكن يعني حاليا كما أعلنت الجبهة هي ترغب بأن تفتح أن يفتح الباب الحوار. بس كيف بأكثر من دولة؟ هل باعتقادك ما زالت فرنسا تؤمن بمشروع أحمد شاه مسعود في أفغانستان؟ أعتقد يعني فرنسا تقريبا فشلت في جميع يعني الجماعات التي دعمتها، ففرنسا بالنسبة لنا يعني موضوع خطير بالنسبة لأفغانستان. أنا فقط أريد أن أشير بالنسبة لهذه الموضوع، فلابد أن يفتح باب الحوار في هذا الموضوع، لأن الأفضل حل بالنسبة لنا كشعب الأفغاني أن يفتح باب الحوار مرة أخرى وأن نحل مشاكلنا بيننا بالحوار، ولا نسمح ولا يعني نغلق الأبواب حتى يذهب الخصم إلى أبواب الذي هو عدو له وللشعب الأفغاني ولجميعنا. مثلا الآن إذا أغلقنا لهذا الباب للحوار، فطبعا هناك كثير من الدول ربما كما صرح بايدن بأنها لا تنوي أن يتدخل في أفغانستان في أي الحروب الأهلية، ولكن هناك جماعات أخرى في داخل أمريكا تريد أن تدعم جبهة في مقاومتها ضد الحكومة الجديدة، وكذلك بعض الدول الغربية، وكذلك هناك بعض الدول في 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 من جيراننا. يعني هناك المسؤول الخارجية لهذه الجبهة تحاول أن تحصل على الدعم من الدول الغربية وكذلك الأمريكا وكذلك مثل بعض الدول مثل إيران مثل هذه الدول. يعني خليني أسألك، لقاء وزير خارجية طالبان متقي بالمبعوث الأمريكي ودبلوماسيين كبار من الصين وروسيا، هذا اللقاء المرتقب في إسلام أباد إن تم بهذه الصيغة بهذه الطريقة، هل هذا سيعتبر بداية اعتراف أمريكي روسي صيني بحكومة طالبان؟ أعتقد يعني هذا اللقاء ربما يمهد للاعتراف، لأن كثير من الدول كما ذكرتم مثل روسيا والصين وباكستان يعني جاهزون لاعتراف بحكومة طالبان بأي شرط، يعني كما صرحت الصين بذلك ما عندهم مانع، ولكن لا يريدون أن يكون أول من يعترف بحكومة طالبان. على كل حال الجميع ينتظر الضوء الأخضر من أمريكا، ربما هذا اللقاء يسهل أو يمهد الاعتراف بالحكومة الجديدة، ولكن على كل حال حاليا بنصف دقيقة أستاذ نصرة الله بموضوع الطيارين الذين نقل منهم من طاجكستان إلى الإمارات، والآن دعوة طالبان للطيارين للعودة إلى أفغانستان. بالنسبة لهذا الموضوع يعني طبعا مجموعة كبيرة من الطيارين الأفغان، يعني على كل حال أفغانستان تحتاج إليهم، وهؤلاء الطيارين كذلك يخافون على أنفسهم، فهذه من الكوادر الأفغانية التي تحتاج أفغانستان لبنائها. وهذا دليل على ماذا؟ عدم ثقة بس على إنه دليل على أنه طالبان تفتح أبوابها للجميع، يعني
يعني اعتقد العسكريين والذين شاركوا في 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 في, في الحرب ضد حركة طالبان لا يثقون كثيرا على الطالبان، خاصة يعني الذين كانوا ضمن الاستخبارات السابقة والوزارة الدفاع. شكرا جزيلا لوجودك معنا الباحث في الشأن الأفغاني نصرة الله ظهير أمين، شرفتنا كالعادة في السيد التاسعة. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، في أمان الله.